السلام عليكم. لم يبقى منزل في حي ثعبات شرق تعز إلا وناله نصيب من أذى الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على المدنيين في تعز خاصة وفي اليمن بشكل عام. في كل بيت قصة حزن ووجع، فهذا بيت فقد عائله، وهذه أم فقدت طفلها، وهذا رجل فقد مصدر دخله، وهذا بيت أصابته قذيفة. وكل هؤلاء لا ذنب لهم ليدفعوا ثمنه، لكنهم يدفعون ثمن رفضهم فتح حيهم كممر لميليشيا الحوثي تعبر منه لقصف بقية الأحياء. مشاهدينا الكرام، الطفل محمد أيوب كان واحدا من سكان هذا الحي، عاش مع أسرته أشهر من النزوح، وحين عادوا إلى بيتهم قتل بقذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي. جدته المكلومة تحدثت إلينا في الفيلم التالي، نتابعه ثم نعود. الله الله، كلام مضبوط. القذيفة هذيك ابن استشهد، اشتل الراس حقه والرجل حقه طار لبعيد. الزغر بنت 9 سنين. تصل القذيفة لا على السقف على طول، تخرب الجدار البلوك لفوق الوليد الصغير لخارج الشارع، انتهي على طول. هو ده كانوا اثنين بس من معه غيره. جلست امنت ولا بشي، وامس مو ابني اذا كرب اللي الديوان هذاك، ابني اذا كرب هذا الديوان الطويل تشوفه بعدين، وابني الثاني ذا اللي تصاب اللي نزل الحين المستشفى، والله ما ضيع من لوك الشافة يا استاذ الله يحفظك. كان هنا قال شمسح هذين المسمحين شمسحن بالسحاب هذا، ما بعد قد تمال قال شي ما لفوه شي ما لفوه معه لفوه كانش يضربوه لخارج، كانش وصله لخارج، بس سلم الله وقعبه قليل شظايا. وهذان العيال الله يحفظ هذان هالعيال عيال جارنا كانوا قازعين من طريق، قازعين طريق، واني باب التاقة واني يقول له عيالي ادخلوا لا يقع مطر، هو كان رهيم. ما زيدنا يا ابني إلا على القارح، على القارح لخارج. نزل لنازل والبنات خلاص، البنات يبسين نازل، البنات واحدة جارتنا شبابة كي يدرسين، وبنتي بنتي الآن ما نش ساهل لي أبا الجامعة، حرام إن قايلة أسيكة مثل الطيم ركاه على عفاص. لحنا اليوم نزل من المستشفى، الله يحقي عليكم ويبارك بكم. لا عنده لا، هذا رابع كنه اللي هو رابع لقذيفة، القذيفة الأولى لهذا السقف، والقذيفة الثاني خرج من هذا السقف لخارج، من هذا خرج لخارج والله. والثاني القذيفة أصلا ما كان دعوا لنا وإحنا خابئين نازل، دعوا لنا من المشنة قالوا البيت تحرق. نزلنا أجاو طفأوا لنا أهل القرية، الله جاو طفأوا لنا ابن أهل القرية وإحنا خابئين نازل. أكا ابني قشتغلونا، والثاني معي عروس ما سلموا الناس إلا سلامة من عندي، بس سلامة الباري، واني معي عروس حق بنتي. مو قل لك اعملوا بنادى، والثاني لأسط الديوان، والثالث للطاقة. خلاص إحنا ابني أنطاحنا عيال بنتي وعيال ابني وبين بنتي وخواتي ثنتين وعيال اخي اثنين، هذا يا ابني راحوا مع القذائف، والله يشهد عليهم، الله يحل بطهم، الله سبحانه وتعالى يجعلهم يا ابني حفقه فقه رد على صفاء بحق من زرق بهذ الشمس. احنا يا ابني لا احنا بواد يوم ولا معانا لا صغيره ولا كبيره، الرجال حقي ذحين ولا ولي يسعف مع هذا الشقا، ولاد احنا لا داخل لنا 3 سنين لا ندخل ولا نخرج ولا بس داخل ما يعلم بحالنا الا الله. قذائف، صواريخ، هاونات، واصل ما بوش يوم، يعني زي ما القرع، الصباح، مساء، الظهر، بأي وقت تتوقع أي وقت تحصل لك قذيفة ولا صاروخ يجي، يعني توجد ما بوش بيت إلا داخله شهيد، داخله قريح، داخله مخرب البيوت، يعني بالذات هذه عاملني معاملة القرية معاملة خاصة من البداية، لأنه ما سمحوش للحوته كانوا يزحفوا لداخله. لحتى الذي كان معه منزل من على الحدود على الشارع منزل كانوا في قروبه. ليش؟ لأنه منتمي للقرية دي، الذي ما قبلاش الحوتين يدخلوا داخله ولا يتوغلوا داخل المنطقة، عملوا على الخط الرئيسي هذا كان عند التلفزيون، بنى عمود حق التلفزيون هناك مطلع ما خلوهمش يصلوا، خلاص وصلوا هناك. بعدها بقوا كانوا يحاولوا يدخلوا بقى منهم. جازع طريق والله ما جازع الا من هنا شي يصير بيت جده، شي نزل بيت جده لانهم شي نزلوا قالوا اللي مش نزلوا عنده هو جده تعبون نازل،
ولومون علشان القمعاش يجلسوا عنده يوالهم. ما عقلك قدر فوق اهوف. خلاص يا ابني مثل انت مسخك طير، مثل انت مسخك طير. ما عاش لومون خلاص قمعيت من بين القذيفة، من تحت القذيفة. الآن أكبر عدد من الشهداء كما زرت المقبرة من حقبنا نتيجة الحروب. هذه مقبرة تعتبر مقبرة جديد عدمي أصحاب المنطقة للشهداء الذي سقطوا أثناء الحرب من أول الحرب للآن، وما زالت القوافل تدي حق الجرحى والقتلى لا حد الآن. أنا ننزح يا ابني، ما معانا شيء، أنا ننزح، أنا نجي. هذا كان معانا بيت يا ابني قليل نازل، شلوا أذانا الحوتة من الموقع، شلوا حالنا ومالنا من أسطي، مقرأنا. أنا ننزح، أنا نجي. ما قريناش عاد إحنا نخبى نازل، قلنا إذا إحنا قهو الدنيا قي أمان، كان ما عادش نبدا نسعي طلع، ولكن إحنا اللي بالبدروم، بالبدروم يعني وعيالي ونسوان عيالي، إحنا بالبدروم. دحين قبدينا كان ماغي، أجا على فوقنا. والله عيش ضنكة، لا أهل السلاء، لا أهل الراحة ترتاح، يعني تجزع وأنت خائف من القذائف، من القنص، من كل الذي تتعرض على القرية كل يوم، يعني تجزع لآخرة كنت خائف، ويعني عدم ما يشوفوا مكش من جناب القعشة، من جناب السلال، من جناب السفتيل، كله إنه شافوا لأنهم اعتقد عندهم نواظير ينظرون. يا رجال حتى الحيوانات ما سلمينش، والله يقنصوا حتى الحيوانات. أنا أول قنصوا على يقادي هناك عند دار هاشم، شافوا مكذا مع أنه كان لون مميز لون أحمر، شافوا قنص قام يقنص عليه. والله لا بعد مسافة ما سلموا عيالي إلا سلامة بسلم الله، لا أسطع بيوت وإحنا آمنين جالسين، آمنين جالسين راقدين، لا فوقنا لا فوقنا لا فوقنا كل ساعة على ذا الحريق. هذا ما يرضي لله ولا رسوله، هذا ما يمكنش. هذا أنا الدول، أنا الدول يا ابني، أنا الدول اللي هي قوية، اللي هي قوية تسترتي تسترتي هذا قبيلي نهض. أما إحنا ضعفاء، مو نعمل، مو نعمل يا ابني، إحنا ما نسترش نعمل أي حركة. ما أنا جلس لنا نكفي على ناس بيوتنا، ها يا بوكا، ها لا ما أكل ولا مشرب على ذا الحريك هذا. يعني ما عابش ولا شجر ولا حجر إلا وهي متضرر من نتيجة الحروب هذه الذي حل علينا وكوالي تعرضوا لقذائف لقصف، مع ذلك في عودة للنازحين. النازحين الآن زي ما تقول المنطقة مكتمل بكل الناس اللي كانوا نزحون، يعني نفاذ عليهم الادخار الذي كان مع بجيابهم من ناحية المواء الزلط، يعني نفاذ الذي عادوا كان محتاط له، الرواتب توقف مع حصل ميش، يعني الضرورنا كلهم رجعوا، الذي كانوا بأب والذي كانوا بالحوبان والذي كانوا بصنعاء عادوا كلهم لداخل البلاد، لأنه يقول لك خلاص نفذ علينا كل المصاريف، منين عن نأجر كتي يعيش، فمسكوا بالقدر قالوا نحيا أو نموت داخل بلادنا، وشكوا وسلموا الأمر لله. والله ما سلموا يا بني إن كان شقاع مجنة أمرهم إلى الله، الله يشهد عليهم، ونذريها سامي الله يشهد عليهم، الله لا أسيهم خير ولا من لكم عافية، والله يا بني عسنا بنفسنا عافية، أنا مريض، أنا معجزلة، من اختضله اختضل من كلي. محمد أيوب أسرتهم كانوا نازحين. محمد أيوب الله يرحمهم جهال نقول كان نازح بإب وعمل فترة هو ومعه لثنين عيال، وكان أكثر حرص خايف عليهم. بعد ما هدا يشوف ان الدنيا هدا هنا، وبرضه نفس القصه من قصه الاخرين، نفذ على المصاريف والبياس، ما قدرش يمول نفسه لا ايجار لا صرفه لا كله براح، كان كله بالبياس، اضطر انه يرجع والتقفه القضاء والقدر هنا عندنا. طفل قبل ايام كان يرقص مع اقرانه ابتهاجا بانتهاء العام الدراسي، وفجاه صار شهيدا. الحي مليء بالاطفال الضحايا، أطفال يبيتون في بيوت جدرانها وأسقفها مهدمة بفعل سقوط قذائف ميليشيا الحوثيين عليها. أطفال آخرين يعيشون بلا أبوين قتلتهم ميليشيا الحوثي. وهكذا لا تكاد تجد شخصا بين الناس ولا مترا في الأرض إلا وعليه أثر من حرب شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع على المدنيين في تعز منذ 3 سنوات. مشاهدينا الكرام، بعد فاصل قصير سيكون معنا الناشط الحقوقي والراصد الميداني رضوان شمسان للحديث عن معاناة هذا الحي، تفضلوا بالبقاء معنا. أسألك بالله وين نروح احنا ناس ضعفاء
الكفاءة وين الناس الفقراء، ما معاناش دخل ولا معانا حاجة، معانا إلا وقوف. زعلان على الوضع، شوف كيف إحنا نشتي نعيش، نشتي نكون، نشتي نشرب، لا علاقات، لا أمام عيالنا كيف هون. لا الفتحنا بخلي البر، لأن دولنا قالوا رجل قال سكر، أكانوا يصدقوا علينا بقليل ما قطعوا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب أيضا بضيفي من مدينة تعز الناشط الحقوقي والراصد الميداني رضوان شمسان. مرحبا بك سيد رضوان. مرحبا. هل لك أن تصف لنا أوضاع حي ثعبات من واقع معلوماتك كراصد ميداني؟ حي ثعبات في مديرية صالة مدينة تعز كغيره من أحياء مدينة تعز يعيش حالة مأساوية نتيجة لتعرضه لانتهاكات جسيمة، حيث أن هذه الانتهاكات الحاصلة بحق المدنيين تعددت، منها القتل ومنها الإصابات ومنها القصف العشوائي الذي يتسبب في تدمير كلي أو جزئي لبعض المباني الخاصة أو العامة. نعم. وهناك منشأة عامة مهمة جدا في هذا الحي وهي إذاعة تعز، حيث تعرضت لقصف من طيران التحالف بسبب تحويلها إلى سكن عسكرية من قبل جماعة الحوثي المسلحة التي أسقطت عنها الحماية وحولتها إلى سكن عسكرية ومن ثم كان استهدافها من قبل طيران التحالف. كذلك منازل الأهالي ومركباتهم الواقفة أمام بيوتهم كلها تستطيع أن تقول أنها تعرضت للقصف العشوائي أو للضرر، تعرضت للضرر نتيجة لسقوط هذه القذائف من قبل جماعة الحوثي المسلحة المتمركزة في شرق مدينة تعز منذ بداية الصراع، منذ بداية الحرب على مدينة تعز. حي صال، حي ثعبات تعرض لهذه الانتهاكات بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من الدخول إلى هذه المناطق. أصبحت هذه المناطق تحت سيطرة المقاومة، وبذلك أصبحت أهدافا للحوثيين. نعم. والحوثيون هنا لا يفرقون بين المدنيين أو السكنات العسكرية فيضربون بشكل عشوائي. نحن نزلنا إلى ذلك المكان وتحققنا من بعض الوقائع في منطقة ثعبات، فوجدنا أن هناك لا توجد أي سكنات عسكرية وإنما مدنيين عايشين في منطقتهم التي كانت سابقا كقرية لكنها الآن انحقت بالمدينة بفعل تمدد العمران داخل المدينة. طبعا هذه المنطقة منطقة مواجهة بشكل مباشر للمنطقة الشرقية لفندق سوفيتيل أو لتبة السلال أو من هذه المناطق، طبعا مواجهة بشكل مباشر. فكان نصيبها نصيب الأكبر من القذائف، قذائف هاون، قذائف الهاوزر، وكانت آخر قذيفة رصدناها هي قضية مقتل الطفل محمد أيوب. هذا الطفل الذي ما إن يعني أنهى حفل تخرجه في داخل المدرسة وهرع إلى جده لكي يعلمه بشهادته. نعم. فأثناء مروره من جانب بيت أحد المجاورين سقطت القذيفة وكان نصيبه أن نارته شظايا في الرأس أبدته قتيلا على الفور، وأصيبت ثلاثين من أخته وثلاثين كان المجاورات لهما. هل لنا أن نسأل كيف لهذه العائلة ولغيرها من العائلات أن تعود إلى منطقة بمثل هذه الخطورة التي ذكرت وتعرضها يعني للانكشاف المباشر أمام آلة الموت الحوثية؟ المشكلة ليست هنا في العودة، هم أصلا ساكنين في هذه الأماكن، وبعد أن دخلتها المقاومة والجيش الوطني بدأوا الناس في العودة لأنهم كانوا بعضهم نازحين إلى مناطق أخرى خارج المدينة. وعندما دخلوا المقاومة والجيش الوطني بعض من السكان عادوا إلى هذه المناطق. طبعا هم يأملون أن هناك
يعني قوانين تحكم هذه الحرب، لكنهم لا يعلمون ان جماعه الحوثي المسلحه لا تستثني احدا سواء كان مدني او عسكري، فهي فاصبح كل الناس اهدافا لها. لا تفرق كيف سمح الجيش الوطني و يعني السلطات المحليه للسكان بالعوده الى منطقه مكشوفه وتتعرض للقصف على مدار الساعه؟ ايضا هذه مسؤوليه السلطات المحلية ومسؤولية الجيش الوطني، كيف يسمح للناس بالعودة مهما كانت الظروف؟ يعني صحيح أن ظروف النزوح تفضل، من الطبيعي جدا أن يعود الناس إلى بيوتهم، خصوصا لو استبشروا خيرا بقدوم هؤلاء، لأنهم هم يعلمون علم اليقين أن هذه المناطق لا يمكن استهدافها إذا كانت تحت سيطرة الحوثيين، لا يمكن استهدافها إلا في حالة نادرة تأتي أحيانا عندما تحويل بعض المنشآت إلى سكنات عسكرية إذا كانت تحت سيطرة الحوثي، لكن طالما أنها تحت سيطرة الجيش والمقاومة أصبحت محررة بهذا المعنى يقولونه، لأنها محررة، لذلك عودتهم إلى بيوتهم شيء طبيعي جدا، مثلها مثل كثير من المناطق في داخل مدينة تعز. لكن الأمر الغريب هنا في منطقة صالة بكاملها ومن ضمنها هذا حي ثعبات، كل هذه المنطقة دائما وبشكل يومي تتعرض للقذائف من قبل جماعة الحوثي المسلحة بمركز شرق المدينة وبشكل عشوائي استهداف المدنيين بعيدا أحيانا عن السكنات العسكرية. إذن هذا أدعى إلى إعادة إجلاء هذا الحي من السكان لأنهم يتعرضون للموت والقتل والقنص وهذه القذائف العشوائية كما تصفها. هل يتلقى السكان هناك أي نوع من المساعدات من الرعاية؟ طبعا في الحقيقة نحن كراصدين حقوقيين لا يمكن لنا أن نحدد ذلك، لكن الأهالي معظمهم يفيدون بعدم تلقيهم لأي نوع من المساعدات سواء كانت من جهات خيرية أو منظمات أو جهات رسمية، هم يفيدون بعدم تلقيهم لأي نوع من أنواع المساعدات. ماذا عن طبعا هذا شيء تفضل أكمل. أقصد ان المساعدات نحن كراصدين انتهاك حقوق الانسان احيانا تاتينا من باب المصادفه ان نسال عن احوالهم عن الشيء، لكن ما يهمنا هو رصد انتهاك حقوق الانسان فقط. سيدي، من خلال ما شرحت يظهر جليا ان هناك اهمال لهذا الحي لسكانه، اهمال لعوده الناس هكذا كيفما اتفق الى حي يتعرض بشكل عشوائي للقذائف وتصله المساعدات على شكل صدف كما ذكرت، ما الذي يمكن قراءته من هذا المشهد؟ حقيقة نحن نعد هذا الإهمال أو كما تقول أنت أنه إهمال من قبل السلطة المحلية، هو من باب سوء الإدارة. أحيانا السلطة المحلية لا تستطيع الوصول إلى فعلا إلى الناس المتضررين أو المحتاجين، أو لم أو كما قلت لك أنها سوء إدارة فقط، سوء إدارة، وإنما إذا كان هناك إحصائيات أو مسح ميداني شامل بحيث أن يتم مسح المتضررين من هذه الحرب والوصول إليهم سيكون من السهل جدا، لكن هناك سوء إدارة. هذا ما إذا كانت السلطة المحلية تعاني من سوء إدارة وهؤلاء النازحين لم يجدوا مأوى لائق أو حتى في الحدود الدنيا يعني في أماكن أخرى أكثر أمنا، رغم أن تعز كما تفضلت هي كلها ساحة حرب واحتماليات القذائف العشوائية واردة إلى أي جهة فيها، لكن ربما كانت يعني الاحتماليات أقل في مناطق أخرى. إذا كان هذا هو الحال مع السلطة المحلية التي لا وفرت لهم لا أماكن إيواء بديلة أو أماكن نزوح بديلة ولا حتى يعني أمنت لهم المساعدات، ماذا عن دور المنظمات التي يعني تعلن أنها مهتمة بمد يد العون لهؤلاء سواء محلية أو خارجية؟ معظم المنظمات التي تعمل الآن العاملة داخل مدينة تعز تعمل من باب توظيف لمعظم طاقات الشباب، خاصة من باب المبادرات أو الجمعيات أو المؤسسات طوعية تقصد التي فيها محلية. نعم طبعا، ودور السلطه المحليه هنا دور ضعيف جدا، حيث ان لا زال مثلا محافظ المحافظه او وكلاء المحافظه او الادارات التنفيذيه في المحافظه لا زالت دورها دور عاجز، وفي تستطيع ان تقول انها في الاطوار الاولى، لانها
خارج المحافظة. ثلاث سنوات ولا زلنا في الأدوار الأولى سيد رضوان؟ يعني ثلاث سنوات ومحافظ تغير بمحافظ آخر. هذا مجرد تقييمي، لأن نعم. حقيقة المساعدة الإنسانية يجب أن تصل بشكل مباشر وعاجل، لكن ما نجده في محافظة تعز كثرت الأمور الإدارية، وبدءاً بمسح يتلوه مسح يتلوه مسح يتلوه مسح، حتى أن الناس ملوا من أن تجد يعني في بشكل يومي تسأله. لكن الباحثين عن المناصب وتوزيع الأدوار لم يملوا، وبالتالي يعني نستغرب أنه ما زالت هناك مناصب يمكن الصراع عليها، بينما الناس يعني حالتهم كما نرى. نعم. عموما هذا موضوع بعيد بعض الشيء عنا. لنعود إلى موضوع الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها السكان في مدينة تعز عموما وفي هذا الحي المكشوف على وجه الخصوص. ماذا عن عملية التوثيق لهذه الانتهاكات؟ نحن نقوم برصد كراصدين ميدانيين لانتهاك الوسام. أنا ومعي مجموعة من الزملاء طبعا كمصورين، ونقوم برصد الانتهاكات أولا بأول. نقوم برصد الانتهاكات هذه أولا بأولا، وبعد تلقينا بلاغات عنا طبعا نحن نظل في حالة ترقب، نرصد حالة أي حالة انتهاك حصلت. نعم. ونصدها أولا بأول، ونعد لذلك ملفات عن جملة الانتهاكات، كل قضية نفردها الحالة في ملف. نعم. حفظا لحقوق الناس حتى تأتي مستقبلا ما لا نعلمه. أن نعد لهم أولا هي العدالة إن شاء الله القادمة. بعد إعداد هذه الملفات سيد رضوان، إلى من ترفعونها أو كيف يتم حفظها يعني حتى تصل إلى يد العدالة؟ نحن كمنظمات نقوم برصد هذه الانتهاكات وحفظها، حتى يعني سيأتي الوقت المناسب لتقديمها أمام القضاء المحلي أو الدولي. نعم. طبقا لما هو سائد في معظم دول العالم، أن رصد انتهاكات حقوق الإنسان أولا يتم بالرصد، من ثم التوثيق والتحقق وإعداد ملفات بهذه الحالات حتى يأتي حالة الاستقرار، ثم يتم تقديمها أمام القضاء المحلي أو القضاء الدولي. هل لديكم تواصل مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لرفع هذه الملفات؟ نعم. نحن أولا بأول نقوم برصد حالات انتهاكات، نقوم برصد الانتهاكات، ونوجه معظم المنتهكين أو الناس الذين تعرضوا للانتهاكات بضرورة الذهاب إلى، حتى أننا نعطيهم عناوينهم وأرقام هواتفهم. نعم. تواصل معهم كي يصلوا إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تعز، وهم بذلك يقومون بإثبات العملية في برصد وتوثيق هذه الانتهاكات، وكونهم هم الأقرب إلى 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 مصدرية القرار. نعم. سيد رضوان، تكثر المواجع وكما تفضلت أن الانتهاكات تحدث بشكل يومي وبشتى أنواعها العشوائية والمقصودة، وكلها طبعا مقصودة في إطار الحرب على المدنيين في مدينة تعز، لكن هناك أيضا من وصل إليه الشعور بالملل من عملية التوثيق، واعتبار أن هذه الجريمة الطازجة يمكن أن تلحق بسابقاتها إلى غياهب النسيان. كيف يمكن أن نعيد لمثل هؤلاء يعني الهمة في أن مسألة التوثيق هي مسألة حفظ لحقوق الضحايا، وإهمالها هو مساهمة في إهدار هذه الحقوق؟ نعم، نحن في كل مرة نقوم برصد أي انتهاك نجد من المواطن من يعي أهمية ما نقوم به، وهناك الحقيقة تستطيع أن تقول أن الغالبية العظمى من الناس لا يدركون أهمية التوثيق لهذه الانتهاكات. بالضبط، لهذا أشرت لهذا الموضوع. عندما نعم، نحن نتمنى أن يكون هناك توعية مجتمعية بضرورة تقديم البلاغات أولا بأول لرافضي انتهاكات حقوق الإنسان، حفظا لحقوقهم أولا. نعم. وأيضا نحن نقوم بدورنا كرافضين انتهاكات حقوق الإنسان، حفظا لحقوقهم أيضا. نعم. هل لكم من رسالة أخيرة سيد رضوان الشمسان في خصوص معاناة هذا الحي؟ نحن نريد أن نوجه مجموعة رسائل. تفضل. وقد وجهناها سابقا في هذا البرنامج، لكننا نطلب أن نوجهها مرة أخرى.
نقول لجماعة الحوثي وقوات علي عبد الله صالح التي لا زالت متمركزة في أطراف مدينة تعز، يجب أن يحترموا القانون الدولي الذي يكفل حقوق المدنيين وحمايتهم بموجب اتفاقية جنيف في عام 1994 وبروتوكولها الإضافي لعام 1977، ومعروف أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة، كلها هذه تحفظ حقوق المدنيين وتحميهم. أيضا ندعو الحكومة اليمنية الشرعية القيام بواجبها القانوني والدستوري لتوفير وسائل الحماية الممكنة للمدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب وتحسين مستوى الخدمات الصحية أو الأمنية والإغاثية. أيضا نحن هنا نريد أن نوجه رسالة إلى اللجنة الوطنية لتحقيق الإدعاء لتحقيق حقوق الإنسان، ندعوها إلى ضرورة رفض هذه الانتهاكات وهذه الوقائع، تفعيل ما لديها من ملفات يعني اللجوء إلى القضاء، إيجاد محكمة على الأقل خاصة بالضحايا الحرب. نعم، هناك خطوات أولية لكنها إن شاء الله في الطريق الصحيح. هناك خطوات أولية بدأت بعض المحاكم تعمل لكنها بداية أولية. لا يوجد أي دعوة يعني قضائية واحدة في الدنيا ضد عبد الملك الحوثي وضد كبار مجرمي ميليشيا الحوثيين يتنقلون في البلدان بكل أريحية، لا يوجد حتى مذكرة واحدة لإلقاء القبض عليهم، بينما الرئيس الشرعي والحكومة والصف الأول من السياسيين تم الحكم عليهم بالإعدام من قبل القضاء الخاضع لسلطة الميليشيا، وكذلك يتم محاكمة العشرات غيابيا ومحاكمة أيضا المئات أو العشرات لنكون دقيقين من المختطفين في سجون الميليشيا، بمعنى أن ملف القضاء تلعب به بجدارة الميليشيا الحوثية بينما السلطة الشرعية لا زالت مغيبة لهذه السلطة الحقيقية وهي بيدها كل السلطة. كل الشكر لك الراصد الميداني والناشط الحقوقي رضوان شمسان، كنت معي من مدينة تعز. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا كالعادة مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطفل الشهيد محمد أيوب وسكان حي ثعبات تم الرصد، في أمان الله.